رسائل الابراج اللي بنستعرضها مع حضراتكم كل يوم مع خبيره الابراج الاستاذه سونيا الحبال. اهلا بيك يا فندم، يومك سعيد. صباح الخير يا أستاذة سونيا، ودايما منورانا ودايما بنتابع مع حضرتك الرسائل الإيجابية لأبراجنا المختلفة، وبنكون كده في بداية اليوم علامة أو إشارة لأن اليوم إن شاء الله يكون يوم سعيد على الجميع. صباح الورد والفل والياسمين عليك وعلى أجمل يوم سعيد. نبدأ برسالة برج الحمل. الحمل النهاردة عنده انتقال وتحرك، وقد يكون كمان سفر وإنجاز مهام متوقفة. طيب كويس، تمام. المهام المتوقفة دي كانت متوقفة بسببه ولا متوقفة بسبب ايه؟ لا عايزين يعني سواء أو غيره، لكن الحمد لله الأمور بتمشي والطاقة في صف، وإن شاء الله الدنيا تتحل يعني. إن شاء الله. الثور. أما برج الثور، فرصة عظيمة تعرض عليك تشعرك بالقوة. طيب يعني إن شاء الله تكون فرصة كويسة في مجال عمله أو في حياته الشخصية عامة بقى، فرصة عمل، فرصة بيع، فرصة شراء، فرصة ارتباط، يعني عامة ده الفرص عنده كتير، عنده فرصة هتخليه يعني هتشعر بالقوة فعلا. إن شاء الله. الجوزاء. أما الجوزاء، مقابلة هامة تشعرك بالاستقرار. جميل. عنده حاجة قوية أو مقابلة قوية يعني ممكن مع شخص ممكن يدعمه جدا النهارده الجوزاء. تمام. السرطان. السرطان بقى النهارده عنده شخص حكيم يدعمك وينصحك لمصلحتك. يا بخته. يعني عنده اللي ينصحه بحاجه النهارده يسمع كلامه. لا، والسرطان مستمع. لا، وشخص حكيم يعني شخص اللي هيقوله من غير تفكير يمشي وراه. والسرطان من الأبراج المستمع، يعني بيسمع الكلام لطيف يعني، مش هيعاند يعني. بيستمع ويستجيب ولا بيسمع وخلاص ويريح؟ لا لا، بيستجيب. لا، السرطان مسالم. تمام. أسد. أما الأسد، احذر الخداع والكذب والوهم اليوم. حلو جدا، ربنا معايا، بس هو يعني مش محدش هيقدر يخدعه ولا حد يقدر يكذب عليه ولا حد يقدر يوهمه. الاسد قوي. ولا هو اللي يعمل كده؟ ممكن يبقى اسد زيه. ممكن يبقى اسد ايه؟ اسد زيه. اسدين مع بعض. لا، ربنا معاهم. ما يقدرش عليه غير اسد زيه. ربنا معاهم. لا كده يعني خلاص دخلنا مملكه الوحوش. ايوه دخلنا الغابه. تمام. العذراء. العذراء فرحه كبيره وانجاز وانتصار. جميل. الميزان. اما الميزان كان امبارح هناك يومهم مش حلو. الميزان. الميزان، هناك من يعتني بامرك اليوم بكل دقه وحب. في حد النهارده هيطبطب عليهم والنهارده هيهتم بيهم ويحتويهم، واضح بعد امبارح. طب كويس، تمام، الحمد لله. العقرب. اما العقرب، الاحمال والضغوط على عاتقك، حاول تنظيم امورك. العقرب النهارده بيعاني من المهام الكتيرة، الضغوط الكتيرة، واضح ان كل حاجة يعني جمعت في وقت واحد، وعامة ده بيبقى عدم يعني، اما هو بيضحي قوي قوي واخد مهام ومهام غيره وده بيعمله مشكلة، يا اما ما نظمش وقته. حاول ينظم وقته بقى برج العقرب. ده لازم. ربنا معاكم ان شاء الله. الكوس. اما الكوس، باب جديد يفتح من أجلك ويعلي من شأنك. جميل. عنده بداية جديدة الكوس النهاردة، والبداية دي هتخليه متوج يعني، هتعلي منه جدا. وقلنا البداية في أيا كان، ممكن في حياته الشخصية أو في حياته العملية. ما احنا قلنا الطاقة بنقولها عامة، ولكن بتبقى على جميع الأصعدة. يعني ممكن باب عمل، ترقية، whatever يعني، بس في حاجة هتعلي من الكوس النهاردة جدا يعني، الحاجة اللي هتفتح له النهاردة دي هتخليه متوج أو هتعلي من قدره. الجدي. أما الجدي، قرار حاسم وقوي تتخذه اليوم. في قرار حاسم ويعني جدا برج الجدي أخيرا بياخده النهاردة لمصلحته. تنصحيه بإيه يا أستاذة سونيا؟ ممكن يكون عنيف يعني. تنصحيه بإيه وهو بياخد القرار؟
لا، هو واضح ان القرار ان هو ماطل فيه كتير، او كان لازم ياخده من فترة. لا، ده هو النهارده هو صح، لان خلاص بقى عارف اللي هو كان لا ابيض ولا اسود. لا، النهارده خلاص قطع الشك باليقين وخد القرار المناسب، يعني اللي هو اخره ولا فترة طويلة. تمام. هو يعني برج الدلو ده اول ما بيجي كده بفتكر الراحل سعيد صالح وهو بيقول وهو بينطق برج الدلو، فبرج الدلو رسالته ايه؟ الدلو 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 اه ايوه بالظبط. برج الدلو ده برج الطيبين اللي في قلبه على لسانه، ودايما واضح، ودايما يعني دايما بقول بيعاني من اللي حواليه، دايما اعداء كتير بسبب وضوحه ونقائه، فدايما بيجذب ليه الناس اللي بتتصيد له اخطائه. تمام. اداله فرصة عملية جدا في الطريق اليك، النهارده عنده حاجة كويسة جدا، فرصة عملية، قد تكون الفرصة النهارده دي هتخرجه من مأزق، قد تكون فرصة هتتعرض عليه، ولكن بما ان قلنا فرصة عملية يعني فرصة بتحلله في مساعدة مشكلة كانت عنده. يعني ان شاء الله تكون فرصة كويسة، وربنا يبعد عنه الناس اللي بتتصيد له اخطائه. برج اه يا الحوت. رب. أما الحوت أمور عالقة في طريقها للإصلاح الجذري، النهاردة عنده مشاكل كتير بتتحل، أو كان في مشكلة بقالها فترة معاه، النهاردة الحمد لله برج الحوت بيحلها. يا رب ويا رب كل المشاكل لأي برج إن يعني خلاص يتخلص منها، ويوم سعيد على الجميع وعليكي. شكرا ليكي يا يا أستاذة رب. سونيا خبيرة الأبراج، الأستاذة سونيا الحبال، شكرا، شرفتينا، يومك سعيد يا فندم.